السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وبأمان، يا رب يكون مالي حياتكم وبيتكم وطمأنينة تملأ قلبكم يا رب دايما. انا النهاردة هاخدكم معايا روتين خفيف بسيط كده، هنعمل فيه حاجات بسيطة ونتكلم ان شاء الله مع بعض كتير. انا عندي كده اول حاجة، بس عاوزة منكم دعوة من قلب الامي بالرحمة لأم اللي هي كانت أغلى حاجة في حياتي فقدتها بلحظة. المهم عندي دلوقتي كده 4 كوبايات من المية، هحط عليهم نص لفة من قمر الدين. طبعا كده أنا في بداية النهار على إضاءة بتاعت الشباك ومطفية لتات، بعمل حاجاتي البسيطة الأولانية. حطيت كده القمر الدين، قطعته وحطيته في الجدر، وحطيت عليهم 2 معلقة كبار سكر. لو انتوا بتحبوا السكر زيادة تمام، ما بتحبوش تحبوه مظبوط حلو على نص اللفة 2 معلقة سكر، لان هو اصلا قمر دي مسكر. وهسيبه بقى ايه كده منقوع شوية لمدة ساعة ساعتين لغاية ما اخلص بقية حاجات الورايا وايه واقوم اكمل. وهنا في طبق تاني جبت كده يميش قمر الدين وقطعته قطع صغيرة وحطيت عليه مية، بس ما بحطش على اليميش سكر. في ناس كتير بتحط سكر، انا مش بحب احط سكر، بحب اعتمد بالحلاوه بتاعه القمر الدين بس. وبحط بقى بعد كده مشمشيه، حطيت دلوقتي ميه وهحط مشمشيه، المشمش قصدي، وهحط كمان تين. لو عندك قرص يا حطي، بس انا للاسف ما عنديش، ولا بلح اللي هو البلح الناشف، مش تمر، بلح الناشف تحطيه برضو معايا جميل. في ناس يحطوا زبيب، ولكن انا بحب اعمله بالطريقه دي، لان دي كانت طريقه ماما الله يرحمها. كانت ماما تحب تعمل يميش كده، تحط القمر الدين والمشمشيه والقراصيه وبس، ما تحطش حاجه تانية غير البلح بس. قبل التقديم بساعه كده تحط البلح عشان يبقى ناشف شويه. انا التين كان كبير شويه، قطعته مربعات. بصوا يا بنات، احنا هنفضل عايشين في الدنيا بعد ما نفقد اهالينا، هنفضل نعمل كل حاجه وما كانوا بيعملوها، هنلاقي نفسنا احنا بنمشي على ما على طريقتهم، على اللي كانوا بيعلمونا ان احنا نعمله، على اللي كانوا بيعملوه بايديهم، اللي مستحيل مهما احنا نعمل هيطلع في حلاوه ربع حاجتهم. انا على فكره السنه دي اول مره اعمل يميش. لو تتذكروا في روتيناتي قبل كده السنه اللي فاتت، كنت اجيب لكم امي وهي قاعده على السرير، وهي كانت بس بايديها ببان ايديها، وهي كانت بتقطع اليميش جهز حاجتها. انا كان ممكن بس بسيط في تجهيزات بسيطه اعمل، ولكن كان اليميش ده من تخصص امي الله يرحمها، حشو السمبوسه، حشوات القطايف، الحاجات دي كلها، تصبيع الكفته، الحاجات دي كلها كانت حاجه امي هي تقعد تعملها. فانا هنا عايزه اقول لكم على حاجه، الام معايا وعايشه معايا وعايشه في الدنيا، حتى لو مش في بيتك وفي بيتها وعايشه في الدنيا، صدقوني رعوها وحطوها في عينيكم، لان اذا انتوا فقدتوها هتفقدوا حاجات كتير معاها، هتفقدوا راحه البال، هتفقدوا الامان، هتفقدوا حاجات جميله قوي. خلونا نكمل. هنا عندي كده ميه وحاطه فيها بطاطس، هخليها تتسلق سلقه تمام، سلقه كامله. بعد ما تتسلق وملح ههرسها مع قطعه زبده وكمان معلقه جبنه كلاس، بس كده تبقى جاهزه معايا البطاطس. هنا انا خدت المهلبيه وحطيتها على النار سخنت، بعد كده حطيت 3 معالق نشا، دوبتهم في ربع كوب نص كوبايه ميه او كوبايه نص كوبايه عصير برتقال، وقلبتهم قلبتهم على النار لغايه ما تقلوا. حطيت فانيليا وليمونه، بس كده. عملته معاكم قبل كده كتير، كذا مره في كذا روتين اللي فاتوا، فما حبيتش اضيع معاكم الفيديو فيه تاني، بس قلت لكم الوصفه اهو بس. وهبدا ان انا افرغه في الاطباق واحطه في التلاجة، جميل جدا وبيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى بارد كده بعد الفطار. حلو القمر الدين يا بنات، تعملوه جيلي، كريم كراميل، مهلبيه، بوتنج، الحاجات دي كلها حلوه. عندي هنا روحت جبت بن قهوه اللي هو العميد، وجبت شويه حاجات كانت ناقصاني ومحتاجاها عشان عندي حاجات اعملها. فانا كده جبت بن العميد، وجبت كمان صدور دجاج تمام، عشان خاطر عاوزه، بس ما لقيتش اليوم
لان انا كنت عاوزه اجيب اليوم، بس ما لقيتش غير ورا، ورا برضو كويس، بس انا ما بحبش غير يوم بس، كنت مضطره عشان عاوزه اعمل مسحب. وجبت كده 5 دجاجات عشان خاطر عاوزه اعمل حاجات لماما. بقطع الدجاج 4 وتتحط في كل طبق ربع كده حلوه هنا. او جبت السمبوسه والحاجات دي حلوه قوي يا بنات، النوعيه دي رهيبه رهيبه. هنا عملت القهوه بتاعتي، القهوه العربيه، وحطيتها في المطريه والشاي، وحطيتهم في الكوفي كورنر، سوري في قسم التقديمات. وهنا جبت كده الجبنه اللي هي الكيري، كانت خلصت عندي، او بمعنى اصح كان عندي مربعات، فبحب انا الجره قوي لانها بتسهل عليا كتير، بالذات في المشتريات اللي انا كنت عاوزه اشتريها بتاعت اول رمضان، نسيت اجيب الجره. تمام، على فكره حاله المشتريات انا هنزلها لكم فيديو لوحدها، التانيه اللي انا كنت جايبها من كام يوم، واوريكم المنتجات اللي بحب استعملها. المهم انا دلوقتي جبت جره الجبن الكيري، وهبدا ان انا احط على طرف السمبوسه كده والفها يمين شمال يمين شمال لغايه ما تخلص. انا دلوقتي في الوقت ده ما حشيتش غير شويه لان اتاخرت وكان عندي كذا حاجه هعملها، حشيت بس شويه اللي انا هعملهم للفطار، وخليت الباقي اعمله بقى ايه بالليل او في روتين بكره ان شاء الله نعمله مع بعض. دلوقتي حشيت كده القطاي السمبوسه، ورحت حمرتها تحميره عاديه، وحطيت عليها شيره، وحطيتها برضو ايه في قسم التقديمات. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي دي، الصينيه دي يا بنات انا واخداها من سيتي ستارز، حلوه قوي قوي وجميله وعمليه بشكل رهيب، استعملتها كذا مره في كذا حاجه، تحفه تحفه. المهم جبت بستعملها لوحدها، وساعات بحط الشوايه دي، حطيت عليها الريش كده ودخلتها الفرن تتشوي، ما ولعتش الفرن من تحت بس الشوايه من فوق فقط، واستوت وبقت زي العسل، ونزلت الدهون من تحت، ما بقاش على الريش دهون خالص، يعني كانك شويتي على الشوايه بتاعت الفرن بالمنظر ده، ولكن على صينيه حفظت لك الايه الدهون، ما وسختش الفرن. بس كده مره تانية قلبتها الناحيه التانية، سبتهاش استوت واتشوت وبقت تحفه تحفه، كانت احلى مره اشوي فيها ريش، كانك شويه على الشوايه الكهربائيه او شويه على فحم. هوريها لكم دلوقتي بعد ما استوت. هنا بقى هنيجي نعمل مع بعض رز مبهر، بحب جدا اعمل رز مبهر مع المشاوي او مع الاكلات الايطاليه الحاجات دي. عندي 2 كوباية رز بسمتي، و50 جرام زبده لوربك، وجزر، وبصل مفروم، فص واحد ثوم مفروم، وقرن فلفل حامي كده مقطع. حطيت كده الجدر بتاعي يسخن، بعد ما سخن نزلت فيه 50 جرام زبدة، بس لا حطيت زيت ولا حاجة، خليكم في الزبدة بس، حاولوا تخففوا نسبة الزيت من أكلاتكم، لأن الزبدة أحلى وصحية، أحلى هي والسمنة البلدي أكتر من الزيت. الزيت لا مش صحي خالص يا بنات. بعد ما نزلت الزبده وسخنت، حطيت الملح شويه، وحطيت دلوقتي الجزر والفلفل والبصل الاخضر. يا الله على طبق الرز ده، لو عملته هتدعولي، تحفه تحفه تحفه. هديهم بس تشويحه كده، الجزر المبشور 2 كوباية، حطيت جزره واحده وفرعين من البصل الاخضر متقطعين، وفلفلايه واحده، فص ثوم واحد بس مبشور، قلبتهم تقلبتين كده بس دبلو مش اكتر. هنزل عليهم بقى ايه بشويه بهارات عطريه، كبابة صيني، ورق لوري اللي هو الغار، واحد عود درسين، معلقتين كبار، لا سوري معلقه واحده كبيره من بهارات الكاري، مش الكركم، بهارات الكاري. تمام، ولو عايزه تحطي لون زعفران حطي شويه من لون الزعفران اللي هو دوت، هوريه لكم دلوقتي، ولكن انا حبيت اكله كده بالكاري. هنا ظبطت بقى ملحي وحطيت الرز، وفضلت اقلب فيه كده لغايه ما ايه اندمج في بعضه، وطلعت ريحه الكاري، ده لون الزعفران بس انا ما حطيتش، انا حبيت استمتع بيه كده النهارده، اشتهي رز مبهر بالكاري بس اللي بدون لون زعفران. قبل كده عملت معاكم باللون الزعفران، فحبيت النهارده اغير لكم. حطيت الميه بتاعتي، غطيتها وزياده عشان ده بسمتي، وفضلت اقلب فيه كده لغايه ما اشوفه شكله، تحفه تحفه يا بنات، هتشوفوا دلوقتي كمان لما استوى قد ايه هو جميل، ولونه بقى جميل كده وحلو قوي، وريحته عارفين اقول لكم على حاجه،
انا بقيت اكله بالمعلقه لوحده كده بدون اي اكل تاني، بحبه. كانت ماما بتحبه برضو، واحط لها عليه مكسرات. الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها. هنيجي بقى دلوقتي نغرف مع بعض الاكل ونشوف عملنا ايه تاني. هحط كده الرز بتاعي بعد ما استوى واطلعه بره. بصوا جماله، الله عليه، تحفه. تعالوا بصوا بقى عملنا ايه مع بعض. هنا عملت شوربه الذره اللي هي الاكياس، حطيت كوبايتين ميه وعليها كيس واحد من شوربه الذره وسلطه خضراء. ودي كده خضار عملته على الستيم، حطيت الخضار على مصفه وتحتها ميه واستوى. دي البطاطس عملناها بالجبنه. بصوا البطاطس بالجبنه هرستها وحطيت عليها كوبايتين معلقتين كبار جبنه جلاس وقطعه زبده كده وهرستها خالص، بقت معايا زي العسل. ودي الريش اللي احنا عملناها التحفه الجميله، اللهم بارك، مستويه وزي العسل. تمام. وعملت السوتيه، الخضار السوتيه، خضار السوتيه النوع ده انا وريته لكم قبل كده، هحط لكم صورته دلوقتي في الاخر. جميل قوي يا بنات، حلو قوي قوي قوي. وده بقى الصوص مشروم عملناه مع بقد كتير. بحط كده كوبايه من الحليب على معلقه طحين وبشوح المشروم بزبده، بعدين بحط كوبايه الحليب اللي حاطط فيها طحين وروزماري وفلفل اسود وبس على كده. بالاخر ممكن تحطي بولة جبن بس كده. شايفين جمال الفطار؟ فطار خفيف جميل سريع وتغيير، وبيليق جدا مع بعضه. السوتيه مع البوتيتا المهروسه، مع ممكن تحطي بطاطا محمره، مع السلطه الخضراء، مع رز مبهر. جميله جميله جميله. اللي عاوز ياكل رز مبهر بياكل، اللي عاوز ياكل اكله بس كده بشوكه بس كده وبس كده تبقى خفيفه عليه. تمام كده وصلنا لنهايه الحلقه. يا رب تكون عجبكم الروتين بتاعي البسيط النهارده، ويا رب تكون عجبتكم فكره الفطار، عجبكم الرز المبهر. يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير، والسلام عليكم. نتقابل فيديو جديد. عملت كمان على فكره سوري سمبوسه بالجبنه الحادقه، لو لقيت الفيديو بتاعها وانا كنت بحشيها هحطه لكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه من اسفل الفيديو وبالضغط على زرار احمر وتفعيل الجرس. ما تنسونيش بتعليق يشجعني ان استمر معاكم. السلام عليكم.